What's your name? My name is Zaidina. Zaidina, jazakallah khair. Now, Japan, Muslim, is it? I only understand English, I'm sorry. Yes. تكلم باللغة الماليزية الإنجليزية أنت. English yes. and Malaysia. Yes, ماليزي. ماليزي باب. نعم كل زين. تكلم معنا. What Japanese system? Japan. Oh, Japan kan cerita tentang ni. Oh, you mean about the tourist, is it? Yeah, yes. Okay. The tourists that came to our place, usually 90% Japanese. Alhamdulillah. So, here, mostly the Japanese, they don't have a religion. Yes. Okay, or might be atheist. Ustaz Shokhan, yes. Okay, so when they come here, we just share with them what Islam is, and who are the Muslims, yeah. Because their perception is that Muslim are related to terrorism. Masha Allah, عفوا. خوش كزين دلي. دلي خلنا نقول الإسلام تيروس لما نقول الإسلام تيروس نيا. وش أستاذ عباس؟ الإسلام نعمته بركته. لبرهان دلي أنا زول خوش دبي أزاق سياس. Yes. خلنا الإسلام تيروس الإسلام نعمته الإسلام قرآن والسنة. الإنسان قدو سب قرآن سيا باني كان يزول قبل الإسلام. يا باني وجاني تجون هنا سيستم لأن يا باني عندهم شركات كثيرة هنا شركة سوني شركة تويوتا يجون هنا الشركة يجون على الجامع. يستسلمون على دين الإسلام يعني مشتركين سبحان الله هذا فضل من الله وأختي وأخي يقول إليهم إسلام متيروس إسلام نعمة إسلام قرآن والسنة قال تعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ما شاء الله تبارك أنا هذا الداعي إسلامي خلق زول السلسلون أبتا إسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يهدي من يشاء يهدي من يشاء صدق الله العظيم جزاك الله خير نعم يس أستاذ عباس so this is in Japanese يس ما شاء الله جابان كتابي كنت جابان مترجمة جاباني لما ديس يقول كتبنا إسلام الله أكبر جابانيس ما شاء الله أستاذ عباس يس أستاذ عباس so we also have a Quran قرآن جاباني in Japanese أي قلت ترجمنا قرآن باللغة اليابانية وترجمنا قرآن والسنة باللغة اليابانية حتى الياباني استسلم على دين الإسلام لأن يابانية كان كتاب ما شاء الله كتاب القرآن كتمانا ياباني بلغة ياباني بو ياباني كان شو كلا قريان شريتش نير لك ماليزيا زور بلد ابن إسلام إذا كانش ما بين شادن الله أكبر هذا فضل من الله وهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الله أكبر وش سكاني محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر جزاكم الله خير الجزاء إذا كان شان هذا بارك الله في شعب الماليزي المحترم so this is all we mentioned about the prophet of God ما شاء الله أول شيء مو تعالي مكان الإسلام ده زور زود ابن الإسلام السم بس مهم الله تكان بتايبتي يا بعد ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على محمد thank you very very much أستاذ عباس كل ما سفاز بأخوي أول شيء مزقوا في شين زول زود يا رني ما مستا محمد ما شاء الله تبارك الله سبحان الله ماليزيا بس بطريقة بازر قاني في الإسلام وصلى الله على سيدنا ولا حبيبنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وأنا تمشي أنا تصوير ما ذكر ما مستمع أنا أوكي ما شاء الله أكشكش تصوير كان وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.